إذا قيل أهناك زمان لم يقع فيه شرك بالله عز وجل أبدا؟ أهناك زمن مضى لم يقع شرك بالله عز وجل فيه؟ فقل نعم، ما بين آدم وما بين نوح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينهما 10 قرون، والقرن كما هو المشهور 100 سنة، يعني هناك 1000 سنة ما بين آدم وبين نوح لم يقع شرك. فلما وقع الشرك أرسل الله نوحا، والدليل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. هنا حذف كان الناس أمة واحدة التقدير فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويدل له ما في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فإذا قيل لك ما سبب ذلك الشرك الذي به حل في ذلك الزمن، فقل هو الغلو ومجاوزة الحد. قل هو الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد في مدحهم والثناء عليهم. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين في قوم نوح. هنا لم يقع الشرك بعد. فلما مات هؤلاء المذكورون في سورة نوح، لما مات هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان وحي زخرف وأباطيل، أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم أنصابا، يعني أشياء مرتفعة، وأظهروها واكتبوا عليها أسماءهم. ففعلوا، فلما هلك أولئك من هم على التوحيد ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل.